كشفت الفنانة عزة بهاء عن تفاصيل مشاركتها في مسرحية الواد سيد الشغال مع الفنان عادل إمام كأول عمل فني لها وأهم المواقف التي جمعت بينهما. وقالت عزة بهاء خلال لقائها مؤخرا ببرنامج الستات مع الإعلامية سهير جودة والمذاعة عبر فضائية النهار يوم 15 فبراير 2023 بعهد الظهور لها بعد غياب، أنها في إحدى ليالي العرض طلبت من الزعيم مغادرة المسرح بعد انتهاء دورها من أجل الاحتفال بعيد ميلادها، فقال لها ساعتها أن تحية الجمهور جزء من العرض. وعن كواليس مشاركتها في المسرحية قالت إنها كانت للمرة الأولى ترى هذا الكم من الجمهور، مشيرة إلى أن عادل إمام كان قبل دخوله المسرح بيصفق له الجمهور زي الموج، وتابعت أن عادل إمام كان يساعدها، وذات مرة نسيت كل الكلام على المسرح، وكان هو من يقوم بتلقينها ويذكرها بالنص حتى تستعيد ذاكرتها. مشيرة إلى أن والدتها هي من رشحتها للدور في المسرحية، وأحمد عبد الهادي كان مدرسها بالمعهد، وهو نفسه اللي قدم دور والدها في هذا العمل المسرحي. هي عندها دلوقتي 54 سنة، وكانت اتجوزت في أواخر التسعينيات من رجل الأعمال خالد بركات، وهو طليق النجمة الاستعراضية الكبيرة نيلي، والتي قدمت طبعا فوزي رمضان، ولكن لم يستمر زواجهما سوى 3 سنوات فقط. كان تردد كثيرا ان هي اتجوزت عرفي بعد كده من مخرج معروف، ولكن هي نفت الكلام ده ورفعت دعوى قضائية وكسبتها، واكدت ان هي ما اتجوزتش عرفي منه، وقالت انه عرض عليها الجواز ولكن اسرتها رفضت، مشيرة الى انه رأى ان خطوة اعلان زواجهما عرفيا قد تضغط عليها للموافقة على الجواز منه. وأشارت الفنانة إلى أنها قررت العزوف عن الجواز بعدما تعرضت للخيانة من زوجها الثالث، وقالت تعرضت للخيانة وكذب عليا كتير وسمعت الكتير من المبررات لهذه الخيانات. وأوضحت عزة بهاء أنها اكتشفت خيانة جوزها الثالث يوم وفاته، تخيلوا، موضحة عرفت إنه بيخني يوم دفنته بعد ما عشت معاه 2 سنين، ولفتت إلى أنه تزوج عليها دون أن يبلغها، مشددة على أن من حقها أن يبلغها ويكون لها مطلق الحرية في الاستمرار من عدمه. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. وكانت كشفت الفنانة عزة بهاء عن أسباب عدم استمرار زيجاتها الثلاثة، ولافتة إلى أنه من الصعب وجود شخص بيفهم طبيعة عمل الفنان، وقالت إن شخصيتها من النوع المعطاء كثيرا وتنتظر المقابل، لافتة إلى أنها كانت تختار نفس الشخصية في أشخاص مختلفين، وقالت أنا كنت كل ما أعمل مسلسل وينجح ويفرقع أقعد بعدها 2 3 سنين في البيت، يا إما ما بيجيليش أفضل منه أو اللي بيبعت يقول لي إن أنا مش هرضى بأقل من اللي عملته. وكتير ما يعرفوش إن والدتها هي الفنانة رجاء سراج اللي هي في الصورة اللي احنا شايفينها دي. وأشارت إلى أن والدتها أيضا كانت تحتاج لرعاية كبيرة منها في أيامها الأخيرة، وقالت كانت بتنصحني في جوازاتي، وأول مرة هي ما كانتش موافقة، لكن تاني مرة كانت موافقة بس ما حصلش توفيق، والجوازة دي قعدت 9 سنين اللي هي التانية. أما التالتة، الجوازة التالتة، فكان مات بعد 2 سنين، واكتشفت يوم دفنته ان هو كان متجوز عليها ومفيش جوازة رابعة، يعني هي اتجوزت 3 مرات فقط. هي عندها دلوقتي 54 سنة، وكانت
كان أول زيجتها من رجل الأعمال خالد بركات اللي هو طليق الفنانة الاستعراضية نيلي، وكانت تعرضت لانتقادات لاذعة من قبل الصحافة بعد زواجها من طليق الفنانة نيلي، وانفصلت عنه عام 1999 بعد زواج دام ل3 سنوات. وفي لقاء سابق مع برنامج كلام الناس على الام بي سي مصر مع الإعلامية ياسمين عز، تحدثت عزة بهاء عن ذكرياتها مع مسرحية شقة بقى، وقالت وقت عرض المسرحية دي كان كل يوم المصور بتاع الصالة يجي ومعاه ناس من اللي حضروا العرض عاوزين يتصوروا مع الممثلين في الكواليس. وتابعت: أنا بقى كنت برفض أتصور معاهم وأقول لهم لأ معلش ما بحبش التصوير، وكنت بعتذر للمصور وأقول له أنا ما أعرفش الناس دي عشان أتصور معاهم. وآخر ما زهق مني اشتكى للفنان أحمد بدير، وهي تذكرت بقى نصيحة الفنان أحمد بدير لها في ذلك الوقت، وقالت: الأستاذ أحمد بدير نصحني وقال لي لازم تتصوري مع جمهورك، ده جزء من شغلك كممثلة. وهي ردت عليه وقالت له: أنا معرفهمش ليه يتصوروا معايا، وعايزين الصورة تكون معاهم هيعملوا بيها إيه؟ لكن هو فهمني إن ده حب من الجمهور، واتقبلت الوضع بعدها واتعودت عليه. وأشارت إلى أنها لم تكن الفنانة الوحيدة التي ترفض التصوير مع الجمهور في بدايتها، مؤكدة أن الفنانة منى زكي كمان كانت بترفض أيضا أثناء عملهما سويا في عرض آخر. وكانت قالت برضو عن كواليس مشاركتها في مسرحية الواد سيد الشغال مع عادل إمام ومشهد الرقص معاه والإفيه الشهير: انت شديد قوي مع الموظفين يا سيد بيه. وقالت ان الإفيه كان ضمن سكريبت المسرحية، لكن رقصة المناخير كانت ارتجال، ما تخيلتش ان المشهد يعلم مع الناس لحد النهاردة. وقالت: كان عندي رهبة ان انا اقف قدام عادل إمام، لكن كان أي حد بيمثل معاه كان بينور. وأكدت إنها اتعلمت منه الكتير وساعدها في كسر الرهبة من المسرح والجمهور. لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.